السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الخامس. Open your activity book on page number 12. نفتح مع بعض يمس كتابنا على صفحة 12. Listen 3. Fill in the blanks with the correct word from this list. أكمل الفراغ، بدنا نكمل الفراغ اللي موجود عندي من الكلمة المناسبة من إحدى الكلمات اللي موجودة عندنا بالقاموس. تعالوا نستذكر معاني الكلمات بالأول. help يساعد، glasses نظارات، wardrobe خزانة، delicious لذيذ، knit مرتب، vacuum مكنسة إذا إجت مكنسة كاسم أو فعل بمعنى تكنيس، مرد متزوج، prepare يحضر أو يجهز. أول إشي يمس عشان أختار الكلمة الصحيحة وأحطها مع الجملة لازم إني أنا أفهم معنى الجملة، لأنه هون بيعتمد معك على حفظك للمعاني. Number one, my brother has two children. أخي عنده ولدين. He was فراغ 4 years ago. يعني هو ماله منذ 4 سنوات مضت، بما انه عنده حكالي من الجملة انه اخوه عنده ولدين ومن 4 سنين مضت. اذا شو الاشي اللي قام فيه اللي هو تزوج؟ شو الكلمة اللي بمعنى تزوج؟ مرد. He was married 4 years ago. طبعا مرد اللي هي الفيرب تو من الفعل ماري، ماري يتزوج، مرد تزوجة. واضح؟ Number two, the carpets. Carpets اللي هو السجادة أخذناها بالحصة الماضية. Are dirty. Dirty معناها متسخ، قذر. We need to فراغ them. السجادة وسخة، إذا شو بدي أعمل فيها؟ بدي أني أنا أنظفها أو أني أكنسها. شو الكلمة الموجودة عندنا من الصندوق؟ اللي هي vacuum التكنيس. إذا نروح هون بنكتب vacuum تكنيس. Number three, the weather is stormy today. الطقس اليوم عاصف، stormy. I must wear my sun. يجب علي إني ألبس sun. إيش؟ شو بدنا نحكي؟ اللي هي sun glasses، النظارات الشمسية. إذا بنكتب glasses. Number four, good students فراغ their lesson every day. الطالب الجيد حصصه كل يوم. شو رح يعمل بالحصص الطالب الجيد؟ أكيد رح يحضر حصصه ويجهزها. طيب شو يعني إذن الفعل؟ اللي هو الفعل prepare يحضر. Good students prepare their lesson every day. Five, I keep my clothes in my. وين بنحتفظ في ملابسنا؟ وين بنحط ملابسنا؟ بالخزانة. إذا شو هي الكلمة من الصندوق بمعنى خزانة؟ wardrobe. إذا بنكتبها على الفراغ. Number six, we must فراغ our old grandparents. We must يجب أجدادي الكبار في العمر. شو رح نعمل معاهم الأجداد الكبار في العمر؟ أكيد رح نقدم لهم المساعدة. إذا مين الفعل اللي بمعنى المساعدة؟ اللي هو الفعل help. We must help our old grandparents. يجب علينا إنه نساعد جدنا وجدتنا الكبار في العمر. Your bedroom is very. غرفتك النوم is very فراغ and clean. مالها بعد very يمس؟ دائما بعد very بيجي adjective. شو يعني adjective؟ يعني صفة. واضح؟ بدي صفة بتوصف غرفة النوم. حكالي ايش هي الصفة؟ and clean ونظيفة. وين الصفة اللي موجودة بالكلمات هدول اللي بتصف الغرفة اللي هي بمعنى مرتب أو نظيف أو أنيق؟ neat. Your bedroom is very neat and clean. 8. My sister usually cooks
فراغ ميلز، أختي عادة بتطبخ إيش الوجبات؟ بدي صفة بتوصف مين؟ بتوصف الوجبات. طيب شو هي الصفة اللي بتوصف الأكل، اللي بتوصف الغذاء، اللي هي delicious بمعنى لذيذ؟ delicious. واضح يا مس؟ فهمنا كيف بنحل السؤال؟ طيب now move to exercise number 2. match the questions with the answers. وصل السؤال مع الإجابة. عندي مجموعة من الأسئلة from 1 to 5 والإجابات from A to E. ما توصل توصيل يا مس وتلخبط الأمور ببعضها. جنب النقطة واحد اكتب الحرف اللي بتوصل معه، ماشي؟ بس اكتب الحرف. Number one, how long؟ حكيت لكم قبل بمرة how long تستخدم للسؤال عن كم المدة، بستخدم عن السؤال لإيش؟ لكم المدة، يعني بيسألني عن المدة اللي أنا عملت هذا الشيء أو بقيت أو كذا حسب الفعل اللي موجود عندي. المهم استخدام how long يعني بدي أسأل عن كم المدة، بدي مدة زمنية. واضح؟ مثلا سنتين، ساعة، ساعتين، إلى آخره. How long did you stay in Vienna؟ يعني كم المدة اللي بقيت فيها بفيينا؟ بروح بطلع على الإجابات. A, I wanted to catch the quarter to seven bus. ولا B, I saw in the zoo، بشوفه بالحديقة الحيوان. ولا I stayed there for a week، بقيته لمدة أسبوع. طيب هاي هالفعل stay، وأنا بدي أجاوب عن الماضي، بقيته I stayed، ماضي الفعل stay، stayed فعل منتظر. ها حكيت لكم كل فعل بمر معنا مطلوب، إذا هيني مجرد مر علينا الفعل stay. stay الverb to منه stayed فعل منتظم. there for a week يعني بقيت هناك لمدة أسبوع. حكينا for استخدامها بمعنى لمدة، since منذ. حكينا for مدة البداية والنهاية معروفة، هيو for a week يعني بدأت الأسبوع انهيت أسبوع بالضبط. واضح؟ إذا البداية والنهاية معروف، أما استخدام since بيكون البداية معروفة لكن النهاية لسه ما انتهت مفتوحة. إذا number one منحط عندها C. number two where WH question. where حكينا يستخدم للسؤال عن المكان، أين. where did you see the giraffe؟ وين بنشوف الزرافة؟ وين بنشوفها؟ أكيد في حديقة الحيوان واللي هي بتناسبها B. I saw، هاي مر معانا الفعل C الverb to منها saw فعل غير منتظم. see saw والverb 3 seen. I saw it in the zoo يعني بشوفه في حديقة الحيوان. number 3 why تستخدم للسؤال عن سبب. why تستخدم للسؤال عن سبب، بدي أحكي عن reason. why did you get up early؟ ليش انت بتصحى بكير؟ شو السبب؟ ما اكيد بدك تصحى بكير، في عندك مهمة بدك تقوم فيها، صح؟ طيب مين اللي بيناسبها؟ سي خلصناها وبي خلصناها، ضل عندي A. I wanted to catch the quarter to seven bus، بدي ألحق باص الساعة سبعة إلا ربع. ولا I bought a whole chicken، اشتريت دجاج. ولا Mr. Miss أو Mrs. صوالحة. مين اللي بيناسب السؤال؟ question 3 مع A. أنا بصحى بكير لحتى ألحق باص سبعة إلا ربع، إذا بنحط عندها A. number 4 who taught you English last year؟ taught اللي هي ماضي الفعل teach، مر علينا teach يدرس، taught درس. واضح؟ إذا teach ماضيها taught. هيني بركز يمس، كل فعل بمر بركز عليه، مجرد ما ركزت لك على الفعل حكيت لك شو تصريفه، مطلوب منك تحفظ التصريف كتابة. who taught you English last year؟ مين درسك اللغة الإنجليزية السنة الماضية؟ مين اللي بيناسبها من الخيارات اللي هي E، Mr، Mrs أو Miss صوالحة. واضح؟
حسب الشخص اللي درسك. طبعا هو معطيك شو؟ معطيك زي خيار واضح. لو بيجيك مثلا السؤال في الامتحان ما بكون معطيك خيار، انت بدك تكتب الإجابة. مثلا who taught you English last year بحكي مثلا miss اسمها بتذكر الاسم taught me English last year مثلا. The last question, what did you buy yesterday? شو اشتريت في الأمس؟ What did you buy؟ الفعل buy فعل غير منتظم، الماضي منه bought، buy bought bought. إذا اللي بقيت معانا اللي هي دي، I bought a whole chicken، اشتريت دجاج. هاي كتابة الفعل buy ماضيها bought. واضح يا مس؟ طيب بهيك إن شاء الله اليوم بنكون أنهينا حصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.